لازم ايضا نعترف بانه لحد الساعه ما كانش هنالك حلول في موضوع نفس الوضع. ما كانش. نقولوها بصراحه نحن فاهمين الوضع لانه المشكل هو مشكل خزينه عموميه. الان وزاره الصناعه اللي تريها عامين ولا ثلاثه في انكا ايتشانج مستمره راه بحسبط. كان جدران. الان اون دون لوبليكاسيون دو توفي دي سوليسيون. الحل اللي انت راك تشوف فيه مثلا مع المؤسسه تاعك يبقى دائما قائم وممكن انها تستقر بذلك بالطريقه اللي انتم راح تشوفوها انها تجي دير مصنع ويكون استيراد مباشر للسياره. هذا لا يمنع او لا ينفي او لا يلغي المقترح هذا الذي اساسه اشباع السوق الوطني وحده. ثانيا ما نروحوش للسلطه العموميه، السلطات العموميه كان خارجين من الخزينه العموميه. يتسمى اون ايتو طران دو لور دوني بروبوزيسيون حل قال ما تخسروا والو، راني نجيب لنا طوموبيلات. هذا هو بالمفهوم العام. فون افي ريان ا بيردر. الان المتعامل الاقتصادي بين لو كونستركتور اسكو يرضى بهذا الامر؟ كاين متعامل معهم راضي. كاين متعامل معهم. جو بونس كون دوا بروفيتي دو سيت سيتواسيون. نستغلوا الفرصة طالما كاين ناس متعاملين راهم جايين ونسميها بالعامية نفخر وفد في الجزائر ولكن راح يستفادوا بالاتفاقيات المشتركة تاع الجزائر باش تلك الإعفاءات وكل تلك الإضافات الممكنة كون بروفيت دو لا سيتواسيون. سي دوطرو بروبوزيسيون مرحبا وممكن أن يكون هنالك تكامل بين جميع المقترحات. بالنسبة لنا كاجتهاد كمشروع هذا هو الذي يمكن بأقل الخسائر أنه يلبي حاجيات السوق الوطني في الوقت الراهن. سيتادير جي موطن في لا دوزيام ايتاب سي لومولوغاسيون دي بيس. هذه هي تقدر تبدأها من الآن بمعنى المصنعين الجزائريين اللي عندهم قطع غيار يمرقيو هذه القطع غيار ويولي هذاك الانسان اللي راهو ماشي الانسان لو كونستركتور اللي راهو يجي ويمونطي كي تمرقي له لابيس هذيك تولي انت تستعملها يولي يصدرها. ثالث مرحله هي لومورغاسيون دي زونتربريز قال لك اوتون كونتربريز مون موضوع